أصدرت اليمن مؤخرا مرسوما مثيرا للجدل، فرض من خلاله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الرجال اليمنيين الزواج على الأقل من زوجتين. وفق ما كشف عنه موقع دوت الإمارات، فإن الرئيس اليمني اتخذ هذا القرار بسبب الظروف اللي كتعيشها البلاد، وخاصة مع انتشار البطالة والفقر والعنوسة في صفوف النساء. وأوضح الموقع الإماراتي أن السلطات اليمنية قررت فرض السجن لمدة سنتين في حق الرجال الرافدين للتعدد، هو نفس مصير النساء الرافدات السماح لأزواجهن بالتعدد. تنقلت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي نسخة من المرسوم، حيث أكد العديد منهم بأنه مفبرك لأن الدولة اليمنية عاجزة في الوقت الراهن نظرا للظروف اللي كتعيشها بسبب الحرب عن دفع مبالغ مالية للراغبين في التعدد.